نروح لأخبار نادي الزمالك اللي قدر امبارح انه يحقق فوز على فرقه بهدفين مقابل شيء، وعلى الأولى بأقدام مصطفى شلبي والثانية بأقدام عبد الله السعيد من ركلة جزاء. طبعا هذه المباراة كانت مؤجلة من الجولة 12 لبطولة الدوري العام. الزمالك بيستعيد نغمة الانتصارات من جديد بعد الخسارة الأخيرة أمام المصري بهدفين مقابل هدف. بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الزمالك من المركز ال 11 للتاسع بعدما لعب 20 مباراة حقق فيهم 10 انتصارات وأربع تعادلات وتلقى 6 هزائم. لاعبي الزمالك سجلوا 31 هدف على مدار الموسم، تلقت شباك نادي الزمالك 19 هدف. أما عن فارقه فهو بيحتل المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبي فاركو 25 هدف وتلقت شباكه 38 هدف. كمان منح البرتغالي جوزيه جوميز راحة للاعبي الزمالك 24 ساعة بعد الانتهاء من مباراة فاركو عشان يلتقطوا بعض الأنفاس ويدخلوا خلاص في مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام النادي الأهلي. تأكد غياب محمد شحاتة نجم الزمالك عن لقاء القمة يوم الثلاث اللي جاي بسبب الإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث في مواجهة فاركو. كان في حديث خاص لمستر جوميز المدير الفني للزمالك بعد الفوز على فاركو، يعني هو بيتكلم امبارح كان مرتاح جدا بعد الفوز وأشاد بلاعبي الفريق وقال في المؤتمر الصحفي اللاعبون قدموا المطلوب منهم وعملوا مباراة حلوة من طراز مميز. كانت مباراة ما كانتش سهلة، فاركو فريق منظم بيلعب تحولات هجومية بشكل منتظم، لكن في الآخر كان الزمالك منافس صعب على مدار التسعين دقيقة. الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب ولاعبي الزمالك بذلوا كل الجهد من أجل الحصول على الثلاث نقاط وبيهدي هذا الفوز للجماهير. أكيد جوميز كمان لما تسأل عن لما تحدث بعض الناس على لاعبين بشأن المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي، لكن هو الراجل ما تكلمش كتير في الأمور دي، لكن من الناحية الفنية قال لك أنا هخلي اللعيبة تكون مركزة بشكل مستمر عشان نقدم مباراة مميزة ونحصل على الثلاث نقاط. أنا كمدير فني بأدي دوري وفقا للمباراة التي أراها أمامي، وإذا تغيرت بعض الأمور لا تخصني فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة. طبعا كل هذه الأمور والأسئلة طرحت على كلا المدربين سواء كولر في المؤتمر الصحفي امبارح وكذلك جوزيه جوميز. امبارح خلال مواجهة الزمالك أمام فاركو تعرض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لإصابة، لكن الدكتور أسامة طمن الجماهير وطمن إدارة مجلس الإدارة والجهاز الفني على حسام. هو قال إن هو عنده تقل في العضلة الخلفية، لكن بعد الاختبارات اللي اشتغل عليها في الملعب قرر الجهاز إن هو يستكمل المباراة، لكن من منتظر إن هو يعمل أشعة تانية عشان يتأكد على جاهزيته بشكل كامل أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل. في لعيبه مصابه في نادي الزمالك حتى الان بيواصلوا استعدادهم واستكمال الشفاء زي شيكابالا ومحمود حمدي الونشي وسيف الجزيره ومهاب ياسر رباعي فريق نادي الزمالك. كل واحد فيهم بيتاهل بشكل خاص بالتنسيق طبعا مع الجهاز الطبي عشان يرجع باسرع ما يمكن. شيكابالا ما زال يعاني من العضله الاماميه، كذلك الونشي بينفذ برنامجه التاهيلي بسبب الرباط الصليبي اللي اصيب به للمره الثانيه. بعد كده لسه عندنا سيف الجزيري بيعاني من اصابته في العضله الخلفيه، ومهاب ياسر بيعاني من اصابته بكدمه في الكاحل. بعيد عن مواجهتي الزمالك امام فاركو او الاهلي، النهارده هيخضع محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك للتحقيق في الثالثه عصرا امام الشؤون القانونيه بالقلعه البيضاء بعد تصرفه اتجاه زميله. طبعا يعني عشان اتكلم مع حضراتكم الموقف اللي انتم شايفينه على الشاشه ده طبعا غير مطلوب في كره القدم وغير لائق تماما. ممكن انا اغلط، ممكن انت تغلط، كره القدم هي لعبه جماعيه، دورك انك انت تصحح خطا زميلك مش انك توثق خطا زميلك وكمان تتعامل معاه بهذا الموقف وبهذه الطريقه.
طبعا يعني حاجه ما نتمناش ان احنا نشوفها في ملاعبنا، لكن موقف اداره نادي الزمالك من ايقاف عواد وكمان تحويل للشؤون القانونيه ده موقف سليم ومنطقي. اكيد كلنا بنحترم ونقدر محمد عواد، لا حارس كبير وحارس عنده رصيد كبير جدا عند اداره نادي الزمالك وكذلك جماهير الكره المصريه، لكن اكيد ممكن مش هبرر موقفه، ولكن لاعب كرة القدم لازم يكون عنده ضبط نفس أو أعلى درجات ضبط النفس في ظروف كتيرة جدا، حتى أثناء الخسارة حتى أثناء المكسب، حتى لو كان في حمية وحرص على إن الخطأ ما يحصلش، لكن الخطأ وارد لأنه جزء من كرة القدم. إلا ما كانش فيه أخطاء مش هيكون فيه أهداف، مش هيكون فريق فيه يكسب، مش في مفيش في كرة القدم شيء يمنع الخطأ. ولكن إدارة نادي الزمالك النهاردة هتقعد على طاولة واحدة أمام الإدارة القانونية بين عواد والإدارة القانونية في نادي الزمالك عشان تنهي هذه القصة بجزاء لمحمد عواد حتى لا يتكرر هذا المشهد في ملعبنا وفي نادي الزمالك.